أحب حضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل والفقرة الثالثة والأخيرة من هذه الليلة اللي هنتكلم فيها باستفاضة عن كيفية التعايش مع فيروس كورونا. طيب كيفية التعايش مع فيروس كورونا من ناحية إيه؟ من ناحية السلوك الغذائي السليم، إزاي ناكل كويس، إزاي ناكل الأكل المفيد لنا صحياً من أجل الحفاظ ورفع كفاءة الجهاز المناعي في جسم الإنسان، اللي كل الآراء بتقول إن هو العامل المحدد والعامل الرئيسي لمكافحة الفيروس ومكافحة جميع الأمراض. علشان كده معايا ومعاكم في هذه الفقرة ضيفي العزيز الدكتور أيمن دياب، الأستاذ المساعد بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية. برحب بحضرتك. أهلا بك دكتور أيمن. أهلا بك. سعيد إن أنت معايا في هذه الفقرة. ربنا يكرمك. كل عام وحضرتك بخير. كل حضرتك طيب. مفيش شك زي ما أنا قلت دلوقتي إنه التغذية السليمة مهمة جدا للحفاظ على الجهاز المناعي ورفع كفاءته، لأنه كل الآراء وكل المتخصصين بيقولوا العامل المحدد لمكافحة هذا الفيروس هو الجهاز المناعي. حضرتك طبعا متخصص في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أكيد الأبحاث وشغلكم كله عن الغذاء السليم والغذاء المفيد أيضا للإنسان. يعني حضرتك كلمني على أهم الأطعمة، أهم المأكولات اللي احنا المفروض نتناولها لرفع الجهاز المناعي. احنا اولا كمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية معهد متخصص في تكنولوجيا الصناعات الغذائية وتطبيقاتها، بنحاول بقدر الإمكان معظم أبحاثنا أبحاث تطبيقية بتحاول إن نعمل أو نشوف تأثير التكنولوجيا الصناعات الغذائية كتأثير حرارة وتأثير التجميد والتبريد أو أي طرق من الحفظ الغذاء أو الطهي على المكونات الرئيسية للأغذية، وبنشوف هل الطرق دي ممكن تقلل من الغذاء كقيمة غذائية، أو إزاي نرفع من القيمة الغذائية الغذاء، إزاي نستخدم تكنولوجيات بحرارة أقل أو بالعديد من الطرق إن إحنا بقدر الإمكان ما نأثرش على معظم المركبات ذات القيمة الغذائية العالية اللي هي ممكن تفيد في الجسم زي الفيتامينز واللي هي بتلعب دور كبير في الجهاز المناعة أو الأملاح المعدنية. فإحنا ده شغلنا، والأساس برضو من شغلنا إن إزاي الغذاء ده يبقى آمن. آمن يعني ما يكونش مصدر لنقل الأمراض، أو إحنا كمصنعين أو كصناعات غذائية بنهتم بسلامة الغذاء وإزاي يوصل للشخص إن يكون غذاء آمن ما يسيبوش بأي أمراض، أو في نفس الوقت لو الأغذية دي مثلاً حصل لها تلوث أثناء عملية التداول والنقل والكلام ده، زي ما احنا بنشوف عندنا كثير من العادات الخاطئة أثناء التداول من الحقل للأسواق للمصانع، فاحنا بنحاول بقدر الإمكان نقلل من التلوث ده، إذا كان تلوث ميكروبي أو من الأتربة أو أي أنواع التلوث الموجودة. وفي نفس الوقت برضو هل الأغذية دي تعرضت لمبيدات، في أثار مبيدات الكلام ده، فشغلنا بيندرج إن احنا لازم غذاء صحي آمن لما ياخده المستهلك أو أي إنسان إذا كان طفل أو رجل كبير أو شاب في مختلف العمر في مختلف الأعمار المتفاوتة، لازم يبقى الغذاء ده صحي. فإحنا شغلنا كله بيهتم بإنتاج غذاء آمن صحي. بالنسبة للأغذية إزاي نعزز الجهاز المناعي بيها، كلمنا في المواضيع دي كتير، فمعظم الناس بتتكلم ان ناخد فيتامين سي، ازاي نقوي، ما فيش حاجه اسمها نقوي زي ما حضرتك قلت في المقدمه، احنا بنعزز او بنرفع كفاءه الجهاز المناعي ما نقويهوش، لان عشان تزيد المناعه في الجسم يحصل مشاكل كتيره طبعا، وحضرتك عارف وناس كتير عارفه الكلام ده، فده مش مشاكل عكسيه، مشاكل عكسيه يبدا الجهاز المناعي يحارب الجسم يهاجم الجسم بيهاجم بالزبط. الجسم ويهاجم خلايا. فاحنا انا بس عايز استاذن حضرتك، احنا كمان كبالذات في الوضع اللي احنا فيه وكرمضان والصيام والكلام ده، ففي بعض وكثير من العادات الخاطئه اللي بتحصل ممكن في الاوقات العاديه كانت تبقى تعدي. زي ايه يا دكتور ايمن؟ يعني احنا مثلا
في طريقة تناول الأكل بتاعنا والغذاء، إحنا كشعب أو معظم الشعوب كل شعب ليه عادات غذائية معينة مش هنقدر نغيرها. يعني صعب إن إحنا نغير عادات غذائية للشعب، فلكن بنقول بقدر الإمكان بنحاول إزاي نحسن من العادات دي، وإيه الحاجات السيئة اللي ممكن نعملها ما تعمليش مشاكل. يعني الصيام ربنا سبحانه وتعالى لما فرضه علينا هو ليه طبعا فوائد كتيرة، فوائد دينية وفوائد روحانية وفوائد صحية واقتصادية واجتماعية. نتكلم فوائد صحية، إن فترة الصيام بتقوي الجسم، تعزز من خلايا، بتخلص من السموم والدهون والمشاكل اللي يعتبر 300 يوم أو 335 يوم في السنة الجسم عمال يجابه أكله وطحنه والمعدة وإفرازات ومعظم الأمراض والحاجات اللي متعرض لها. ففترة الصيام دي هي فترة لتجديد وعمل صيانة، إن ممكن مستوى الكوليسترول والسكر والخلايا بيحصل صيانة للجسم كله. أنا النهاردة بعد فترة الصيام طول النهار الجسم كله ستيبل وهادي وبتاع، ما جيش أنا بعد الفطار زي ما بنشوف وحضرتك عارف الكلام ده، الناس تروح مبتدي بالمية الساقعة عطشان، بالعرقسوس، بالسوبيا. أنا عايز أتكلم في النقط دي لأن حضرتك موجودة وبالظرف اللي احنا فيه فعلا كمان العادات دي موجودة، موجودة ومش هنقدر نغيرها. بس احنا تأثيرها بقى السيء يا دكتور، ما هو ده اللي هنتكلم فيه. يعني احنا النهاردة مثلا حضرتك يعني معلش احنا برضو شعب عندنا عاداتنا وتقاليدنا ورمضان، وطبعا الوضع اللي احنا فيه مش واخدين عليه وزعلانين والكلام ده، لكن بنلاقي الزحمة، تلاقي مثلا عربيات او المحلات او وموجودة في الشارع والناس كلها بتشوفش، ما بقولش حاجة غلط، تزاحم شديد. التزاحم ده في حد ذاته ولا في تباعد اجتماعي ولا في سلوك صحي عشان اللي احنا بنتكلم فيه، بيزود لنا المشكلة، بيزود المشكلة. في نفس الوقت الحاجات اللي بتجاب من الشارع دي، يعني انا يعني السوبيا مثلا، السوبيا الطبيعية معروفة، جوز هند وفانيليا ولبن وحاجات دي، بنلاقي الناس اللي في الشارع، وانا شفتها يعني انا كمواطن عادي اشتريتها في وقت الوقت وشفتها، بلاقي كمية رواسب في الازازة من تحت، ده تيتانيوم، ثاني اكسيد التيتانيوم بيتحط. في ابحاث كتير قالت ما هوش مضر، بس احنا بنتكلم عن المدى الطويل والشرب وانك تشرب، بيحصل تراكم للحاجات دي في الجسم على المدى الطويل، ممكن طبعا تسبب مشاكل. في بعض الدول زي فرنسا ودول عربية زي الاردن منعت، كانوا بيستخدموا الاول في الحلاوة الطحينية في التصنيع عشان يعمل يبيضها وكده يدي لون ابيض ديها، ده من الحاجات الصعبة. العرقسوس نفس الكلام، لا طب ما الناس تعمله في البيت انضف وصحيا، وحاجة انت بتعملها في البيت اضمن من الشارع الف مرة طبعًا. ومتأكد منها برضو، بس ما نغليش برضو، لان زي الحاجات دي ما ليها فوائدها ليها اضرارها. نتكلم في الاضرار اكتر، يعني العرقسوس مثلا يرفع الضغط، يعمل مشاكل في الكلى، وحد عنده مشاكل في الكلى بيعمل سيولة في الدم، يعمل سيولة في الدم، يعمل مشاكل كتير. تمر هندي، فدايما عايزين ما نسرفش، وفي نفس الوقت يا اخي كلوا واشربوا ولا تسرفوا، دي قاعدة قرآنية مهمة جدا، وعلى فكرة فيها الشفاء، فيها شفاء وفيها الحفاظ على صحة المواطن. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هل احنا بنطبق ده؟ لا، زي ما حضرتك بتقول في الصيام دينا صايمين طول اليوم، نيجي ساعة الفطار تدمر كل حاجة، بندمر فعلا كل حاجة. تلاقي برضو كميات الحلويات والكنافة والقطايف، برضو ما نقدرش نقول الناس ما تاكلش، بس زي ما حضرتك كلوا واشربوا ولا تسرفوا. لان النهاردة انا جيت بعد الفطار، جسمي محتاج طاقة، محتاج التمر، رسول عليه الصلاة والسلام وصانا بيه. هنقول اولادنا نتكلم بالبلدي شويه، العيال مش بتحب البلح ومش بتحب الكلام ده. في حاجات تانية، العصاير، ممكن اعمل عصير فراوله، عصير خوخ، عصير برتقال، عصير ليمون، ليمون بالنعناع من المشروبات الجميله جدا لو عملت الليمون في البيت. وهو يفضل اعتقد يا دكتور ايمن كمان بعد الصيام تبقى المشروبات ساخنه، ما تبقاش درجه الحراره تبقاش برد. احنا مش عايزين نقول دافيه، الصح ان حتى لو هتشرب ميه، في البلاد بتاعت شرق اسيا حضرتك عارف اكتر مني، ومعظم الشعوب دي مش ميه حتى فتره، مش ميه سخنه دافي. فاحنا بنقول برضو حتى عشان فيروس كورونا يعني. ودي عادات عايزين نربط ده كله بالحدث. هي برضو والله زي ما حضرتك كنا بنتكلم قبل في الفاصل، الموضوع مش في كورونا بس، لا احنا عايزين عادات غذائيه سليمه يعني حتى بعد كورونا، حتى بعد كورونا بالظبط. يعني حضرتك زي العادات اللي احنا برضو دلوقتي بناش نسلم ونبوس والحاجات دي، الحاجات دي المفروض بعد كده برضو، ما هو ده دي اسس كلها صح.
يعني انا ما بعملهاش عشان ظرف انا فيه، لا انا الحاجات دي بتحافظ على صحتي. ايه الداعي؟ انسل ايه الداعي ان انا ابوس كل يوم؟ اعمل نرجع تاني كغذاء وشغلنا احنا كتخصص اغذيه، زي ما قلت لحضرتك يعني احنا العصاير لو عملناها في البيت افضل، مشروبات الغازيه الناس ساعه الفطار مش هقول اسامي، اخطر حاجة. نسبه سكر عاليه جدا، ما فيهاش اي قيمه غذائيه على الاطلاق. يعني انا سوري لو عملت عصير، صرف النظر ده كلها اضرار، ده ما هو غير ان ما فيهاش قيمه غذائيه، كلها كله اضرار ومشاكلها لا تحصى ولا تعد، لا تحصى ولا تعد. وللاسف الاعلانات اللي موجوده بقى في التلفزيون اعلانات مغريه جدا علشان الناس تشرب هذه المشروبات، والكلام ده في منتهى الخطوره يا دكتور. ده في ناس يقول لك انا ما بعرفش اكل الا بالماء، ده بيعمل عسر هضمي، قلل من نشاط الانزيمات او تركيزها في المعده، بيأثر على القلويه بتاعه الجسم او حموضه القلوية الدم في الجسم، بنعمل عدم توازن في الجسم نفسه. فده النهارده غير المشاكل اللي بتعملها في برضه في الكلى وفي البنكرياس وفي معدل تراكم السكريات والدهون في الجسم، كل دي مشاكل كبيره جدا. برضه انا عايز اتكلم على برضه في الانواع من مرقه الدجاج والشوربه والحاجات اللي بيستخدمها ستات البيوت وامهاتنا والكلام ده، من حاجات الخطيره جدا برضه اللي بتستخدم في عندنا ابحاث ابتدت تتعمل وابحاث تطبيقيه كتير، وناس يعني عمل الشغل جامد ان بنحاول نعمل الحاجات دي دون حاجات يعني ما بنضيفلهاش مواد، في مواد مضافه امنه والاف دي اي او الكودكس او منظمات الاغذيه المسؤوله عن الغذائيه مصرحه بيها، لكن في ناس للاسف في الاسواق او في المصانع بيستخدم الحاجات دي بطريقه مش في الحدود المواصفات. يعني انا بشتغل في الحدود المواصفه انا سيف كده وقام، لكن انا لما بشتغل بزود من عندي بيعمل لي مشاكل. تمام. في زي المونو صوديوم جلوتاميت من حضرتك واكيد تسمع عنها ومن قديم الزمن ليها مشاكل، وفي ابحاث تقول بتعمل سرطان وحاجات ما بتعملش، بس النهارده برضه لا برضه هي دي ماده بتضاف عشان تعمل انهانس او تخلي النكهه بتاعه الغذاء مقبوله او طعم، اسمها في يعني ممكن اللي بيقولوا عليها الملح الصيني او الجلوتاميت، بتستخدم ساعات بديل ملح، برضه الحاجات دي كترها بيعمل مشاكل. فاللي انا عايز اقوله نبعد بقدر الامكان، ودي فرصة إذا كان في رمضان أو في الوضع اللي فيه كورونا، عن الـ 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 الأغذية اللي من الشوارع، عن الأغذية اللي هي من الولاد في الفترة اللي فاتت، يمكن دلوقتي يمكن اتمنعوا عنها. مجهولة المصدر يا دكتور أيمن. ومجهولة المصدر، وحتى لو معلومة المصدر ما هي أغذية بيقولوا الفاست فود أو جانك فود أو أغذية الشوارع، كلها حاجات دهون مشبعة بتعمل مشاكل في الجسم، ما فيهاش أي استفادة. هي دهون وسكريات وكربوهيدرات تعمل سمنة. يعني حضرتك عاوز تقول نعتمد رقم واحد على ما يتم تصنيعه وتجهيزه في البيت الأفضل، احنا اللي احنا بنعمله بايدينا هو اللي احنا نتابعه مع في البيت، حتى مع اتباع الممارسات بالزبط. الصحيه الجيده في ان احنا بنجيب الاكل ده وبنتعامل معاه ودرجه الطهي بتاعتنا. اديني روشته بقى يا دكتور ايمن، يعني المفروض انا اهتم بايه في الوقت الحالي علشان يعني احافظ على الجهاز المناعي بتاعي، وسواء كان في الصيام او ان شاء الله بعد رمضان. الاساس في المحافظه على الجسم الانسان او على صحه الانسان او على الجهاز المناعي للجسم، ان انا بتناول غذاء صحي كويس، ببعد عن اي توتر عن اي قلق، بنام فتره نوم ما تقلش عن 7 ساعات. مش عايز برضو يعني الرياضه دي اساسي، بس احنا برضو كشعب عاداتنا ومع الضغوط الشغل والحاجات اللي عندنا ما بنمارسش الرياضة، بس احنا لو كلنا كويس نمنا كويس بعيدنا عن المؤثرات والحاجات اللي ممكن تعمل مشاكل في الجسم، فده كله بيأثر على المناعة. انا النهاردة مثلا بالنسبة للأغذية زي ما احنا بنتكلم، الخضروات والفاكهة، الطبخ العادي في البيت، التداول نفسه، طريقة غسل الخضروات، طريقة طهيها، ده كله لو انا كلته او عملته في البيت انا بحمي جسمي وبعليه، بدون ان انا اكلف بقى نفسي في بعض السوري يعني الدعايه والاعلانات والبدع دلوقتي المكملات الغذائيه وي. انا ما اروحش اخد مكملات غذائيه وانا جسمي مش محتاجها. انا النهارده فيتامين سي، ما انا ليه مصادر طبيعيه كتير، الحمضيات والليمون والخضار، فيتامين اي نفس الكلام، فيتامين دي بتعرض للشمس ساعه او ساعتين بيكون في الجسم. انا النهارده ما اروحش اخد فيتامين اخد حاجات فيها حديد وفوليك اسيد وانا جسمي مش محتاجها.
دي تعتبر بتعمل زي سموم في الجسم، تعمل مشاكل بالزبط. في الجسم. فانا النهارده الناس يروح في نهم مكملات غذائيه، ده حديد وده فوليك وده فيتامين سي فيتامين. انا ما اخدش الكلام ده الا باستشاره الطبيب، لما يقول عندك نقص حديد يبقى انا اخد حاجات فيها حديد، عندك نقص فيتامين بي يبقى اخد حاجات فيها فوليك اخد، لكن مش مني لنفسي عمال أخد. على فكره ما احنا كده في الزراعه يا دكتور ايمن، يعني بنقول حتى المزارع قبل ما تبدا تعمل برنامج تسميد وتشوف الاسمده اللي انت عاوزها تعمل تحليل للتربه، تشوف التربه محتاجه ايه بالظبط عشان تضيفه. هي الجسم زي حضرتك قلت زي التربه يعني لكن خد فيتامينات وخد كذا وخد كذا، وانت ما انتش عارف اصلا هل انت محتاج ده ولا مش محتاجه، هيعمل لك نتيجه عكسيه، هتعمل مشاكل نتيجه عكسيه. برضو انا عايز اتكلم، احنا كمعهد متخصص في تكنولوجيا الاغذيه احنا بننتج برضو منتجات كويسه، يعني احنا عندنا بدائل مثلا للسكر، يعني في الفتره اللي احنا فيها دي الناس بتستخدم كميات سكر كتير عشان السكريات والكلام ده، احنا كمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه بننتج دبس التمر او دبس البلح، وفي برضو كان على ما اظن عملوا دبس الرمان لفتره، فالحاجات دي ممكن تبقى بدائل للسكريات. يعني برضو بنتكلم في العسل النحل، وما نحليش بالسكر الابيض زي السموم البيضاء زي ما الناس عارفه بالظبط. ففي عندنا بدائل ان احنا ما نستخدمش سكريات بنسبه كبيره في الوقت ده، لان برضو الحاجات اللي بتقلل المناعه في الجسم، زي ما كنا برضو قاعدين بنفصل مع حضرتك الناس كل كتير كنافه وكل حلويات حاسس دلوقتي بهبوط وخمول فده ما بالنسبه للاطفال يا دكتور ايمن، هل في برنامج غذائي معين يعني او توصيه معينه المفروض بنقولها لست البيت علشان تغذية الأطفال؟ تغذية الأطفال بتختلف على حسب الأعمار وعلى حسب السن لكل طفل طبعا، السن من قبل الفطام لبعد الفطام للسن لحد من من بعد الفطام الست شهور الأولين، دي طبعا دي معلومة كنت دايما أنا مصر بقولها وفي دورات كتير لما كنت باخدها في الشغل بتاع التغذية، والمعظم أمهاتنا الكبار في السن بنوعي بناتنا الصغيرين إن الست شهور الأولين بالنسبة للأطفال رضاعة فقط بدون أي رضاعة حاجة طبيعية. إلا إذا كانت الأم عندها مشكلة فالدكتور عن طريق دكتور طبيب هو بيحدد لها النوع اللي تاخده، لكن فعلا الفترة الست شهور دي هي أساس المناعة بعد كده، ان بتقوي فعلا مناعه الطفل. الطفل اللي بيرضع ست شهور نسبه تعرضه للامراض والكلام ده قليله جدا. الفتره ما بعد الفطام بقى دي فتره بقى بناء، خلاص الطفل محتاج كميه بروتين عاليه عشان هيبتدي يبني في جسمه انسجه والكلام دوت، فالفتره دي بنهتم يعني هنرجع شويه لورا، كانت امهاتنا بتدينا مثلا ميه البليله اللي يجيبوا الفول ويشيلوا القشر وياكلوه، ده بعد خلاص لما الطفل بتاع الزبادي البطاطس المهروسه الكلام ده، الحاجات دي كلها بدائل، يعني بدل ما نروح نجيب الحاجات اللي هي مصنعه واغذيه للاطفال دي في عبوات، طب ما هي الحاجات دي لو اتعملت في البيت افضل وانضف طبعا واوفر وصحيا، انا عارف ايه اللي فيها. يعني النهارده مده حفظ اي غذاء مثلا بيقول 6 شهور 7 شهور سنه، ما هو اتعرض لاثناء عمليه التصنيع لدرجات حراره اكيد حط له مواد حافظه حط له كذا، فانا لما اعمل في البيت يبقى افضل. الفتره بعد كده فتره الشباب بيحتاجوا حاجات فيها على حسب برضو النشاط بتاعه، هل هو رياضي مش رياضي بيلعب رياضه، محتاج طاقه قد ايه، محتاج كربوهيدرات قد ايه، محتاج دهون، محتاج نسبه بروتينات قد ايه عشان فانا بس انا عايز اكمل كمجمل، انا النهارده الفاكهه والخضار والبرتقان والفواكه بانواعها في اي وقت اذا كان في الصيف او في الشتاء، نهتم بالبروتين، مش لازم كله بروتين بروتين لحوم لا، يعني معظم البيوت وحضرتك برضو عارف الكلام ده طبعاً تهتم باللحوم الحمراء، لا في بدائل بالذات في رمضان، ده في رمضان ده يعني والعزايم برضو وفي وكرم المصريين والفراخ جنب اللحمه جنب ده كله ده غلط، دي عادات غذائيه ويبقى في لحمه وفراخ دي عادات غذائيه غلط. يعني انا النهارده وبرضو لازم يبقى في تنوع لازم في تنوع، يعني بلاش الفول، ناس ما باكلش فول، السحور مثلا في السحور بركه يعني لازم تصحره، يعني لازم السحور وجبه السحور ما هي وجبه اساسيه، في ناس ما بتصحرش، طب كل زبادي كل بلاش الفول، في ممكن نجيب الفاصوليا البيضة تتنقع وتتدمس بكليات كلها وحاجات نفس الفايده ونفس القيمه الغذائيه بلاش ولا بلاش من الفول، في اللوبيا في الحاجات دي كلها بدائل، بس للاسف الناس ما بتحاولش اتعودت على عادات غذائيه معينه ومستمره عليه. اعتقد يا دكتور ايمن يعني جه الوقت اللي احنا لازم نغير فيه عاداتنا الغذائيه، لازم ده مهم ده مهم والاسره ليها دور في ده،
بالذات مع الاطفال، لان هم بيتعودوا على اعداد غذائيه معينه بتستمر معاهم طول العمر. طول العمر. طول العمر. يعني احنا دلوقتي موروسة. مثلا معظم الشباب، يعني خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه لان ده احنا عارفينه وشايفينه مع اولادنا، كلهم بيهتموا اهتمام كبير جدا بالوجبات السريعه. ايوه صح ولا لا؟ تمام صح. اللي هي موجوده في المطاعم والمحلات وكذا وكذا، ويمكن بيبتعدوا عن اكل البيت او مش مهتمين خلاص باكل البيت، وده في منتهى الخطوره على فكره. حضرتك شوف نسبه هشاشه العظام عند البنات الصغيرين على فكره دلوقتي. الامراض المختلفه، الامراض المختلفه يعني بالنسبه للحاجات يعني. دي حاجه دلوقتي بنلاحظها كتير، بنات صغيره وكمان في السن. المياه الغازيه اللي حضرتك انا كنت لسه كان حضرتك برضو الشباب كله يعني ده اساسي يعني الشيبسيات والبطاطس والحاجات اللي بتيجي برضه من الشارع دي بأكيس قد كده. طب ما كل دي مشاكل كبيره جدا يعني. بس زي ما حضرتك بتقول، على فكره الكلام ده يمكن من زمان بنحاول فيه، وحضرتك برضه كمسؤول كدكتور حامد وعارف الكلام ده، بنحاول بقدر الامكان. بس وبندي كنا دورات في مشروع تغذيه الامومه والطفوله ان نوعي الناس في المحافظات والكلام ده، بس برضه مدى الاستجابه ضعيف. المشروع اللي الرئيس تبناه بتاع السمنه والانيميا والحاجات دي كلها برضو كنا بنتكلم فيها من زمان، بس لما بتبتدي تظهر الامراض وتظهر المشاكل دلوقتي ابتدينا ننوع. بس الاعلام يا دكتور ايمن على فكره يعني معلش ليه دور كبير في الموضوع. لازم صح لازم. ولا لا؟ طبعا وللاسف الاعلام نتكلم بصراحه اكتر يعني بينشط لما يكون في قضيه معينه بتنبه ليها القياده السياسيه او تتبناها، وبعد كده تبدا العمليه ايه؟ تريح يبقى في فطور وما نستمرش. يعني زي ما بيقول الدكتور ايمن، احنا محتاجين ان احنا بصفه مستمره نتكلم على العادات الغذائيه السليمه وعاداتنا اللي المفروض نتبعها علشان نحافظ على جسمنا ونحافظ على جهازنا المناعي، مش عشان كورونا لا. علشان كل حاجه، علشان كل الامراض، لان الجهاز المناعي هو المسؤول عن مكافحه جميع الامراض ومواجهتها، هو ده مهم. تعرف حضرتك يعني في الفترة دي فعلا عشان معظم الأولاد قاعدين في البيوت ومفيش مدارس ومفيش فعلا ابتدوا ينسوا شوية يعني. ممكن وانت نازل بتشتري حاجات كل 3-4 أيام ايه؟ طب ما تجيب لي كيس شيبسي معاك، جيب لي معرفش، لأنه هو كان الأول بينزل بيروح مدرسته وبيعمل بيلاقي في المدرسة نفسها كانتين مدرسة فيه الكلام دوت وبيجيبوا وبيعملوا الكلام ده، في الجامعات فيه الكلام دوت. فاحنا زي ما حضرتك بنقول احنا بندعو لتغيير عاداتنا ونمطنا الغذائي للأحسن. عموما احنا دكتور أيمن هنستمر في ده. اتفضل يا فندم. واحنا من خلالنا في قناة مصر الزراعية برضو هنتكلم في ده بصفة مستمرة حتى بعد رمضان وبعد كورونا. مهم قوي ان احنا نتبنى هذه القضايا المهمة للحفاظ على صحة المواطن المصري. الحين سعيد بوجودك كده دكتور أيمن. وفي نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر للزميل العزيز الدكتور أيمن دياب الأستاذ المساعد معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية. بشكرك جدا دكتور أيمن على هذا اللقاء. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. الشكر أيضا لكم أعزائي المشاهدين على كرم المتابعة، والشكر لكل فريق العمل في هذه الليلة. عاوزين نبتعد، نحافظ على الإجراءات الاحترازية، لأن في البعد وقاية، في البعد وقاية. وإلى أن ألتقي بكم مرة أخرى، وطبعا هيكون معاكم إن شاء الله غدا فريق عمل جديد في ليلة جديدة من ليالي رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.